كما كتعرفوا هذا المشكل كان عندنا ديال شركه خوبيرسا اللي في طريق بني واسيل. هذه 6 شهور باش كنا توقفنا، طردنا طرد جماعي يعني بالمسؤولين ديالنا كاملين، ويعني درنا وقفات ودرنا احتجاجات يعني في عز كورونا، ووقفونا يعني، ويعني الشركه يعني ماشي واقفه يعني باقا مستمره يعني، ماشي عندها يعني سيزي ولا عندها شي حاجه يعني. درنا جميع احتجاجات يعني راه في كل شيء يعني، الصحافه كلها يعني كانت طرقت لهذا الموضوع هذا. ومؤخرا كانت تكلف بينا الوالي، تكلف بالمحامي ديالنا. الحمد لله يعني دازت 50 الاولى، دازت 50 الثانيه، بقات واحد 100 واحد. ملي كيجيو الدراري لهنايا يعني باش يهضروا مع المسؤولين هنا يعني ما كيعطيهمش شي وقت يعني، كيخليهم يعني المهم كاين تماطل في هذا. ايوا اضطرينا باش نجيو عاوتاني يسحب لهم. حنا تفرقنا، حنا ما تفرقناش، حنا باقيين كتله واحده. لا ما عندناش اختي، ما عندناش. اغلبيه الناس يعني واخدين كريديات البنكه، اغلبيه الناس كاينه مراه وراجل اللي هما خدامين في شركه وحده وعندهم ابارتومون، يعني البنكه ما غاديش ترحمهم يعني، خاصهم يخلصوا يعني عندهم اطفال، كلشي مزوج، كلشي واغلبيتنا كلهم مزوجين يعني من شركه وحده، يعني كاين المراه والراجل في شركه وحده وتوقفوا مع بعضياتهم. يعني فين غادي يمشيو هاد الناس هادو؟ يعني رمضان دوزناه لا حول ولا قوه الا بالله. يعني حتى قضيه ديك 6 شهور اللي كتعطينا الضمان الاجتماعي ما كناش غنستافدوا منها لولا يعني تدخل بومهدي والوالي مهدي وهذا، كنا ما غاديش نستافدوا منها. الحمد لله دابا استفدنا منها، وكاين الناس اللي ما استافدوش منها. وانتم كتشوفوا الناس على ابواب ديال عيد الاضحى، الناس يعني ما عندهاش المدخول، الناس يعني عائلات اسر يعني متشرده. كنطلبوا من المسؤولين يعني يشوفوا فينا بعين الرحمه، ويشوفوا فينا في هاد الناس هادو. هاد عائلات راه 350 واحد راه ماشي سهله، راه عائله يعني باكملها. فين غيمشيو هاد الناس هادو وهاد الظروف هادي؟ دابا المعامل اللي واخا نبغيو نمشيو نخدموا، المعامل ما كاينش اللي كيدخل كي دابايا، ما كاينش فين تخدم. كنتمنى من الله يشوفوا الراي العام، يشوف لنا هذا المشكل ديالنا ويدخلوا يعني، وما يخليوناش هكذا مهمشي. وحنا جينا هنايا هذه دابا تقريبا اكثر من 3 شهور، كنا جينا هنايا بلغنا الميساج ديالنا للوالي المهديه اللي هو والي ديال جهه طنجه الحسين مات تطوان، وكان بيناتنا واحد التجاوب يعني مزيان الحمد لله. كان استقبلنا النائب ديال الوالي والوالي، والحمد لله يعني قالوا غيتكلفوا بقضيه ديالنا محامي محكمه. المشكل هو يعني عندنا مشكل مع الشركه يعني على حسب الطرد التعسفي اللي طردتنا الشركه. كم عامل طردت 450 عامل، هي 450 اسره طردت. وجينا هنايا انا قلت لك يعني كان واحد التجاوب يعني وصلنا، مشينا للجنه الاقليميه، مشينا للتفتيشيه، مشينا للعماله، مشينا للعماله، كاينه واحد التماطل تما، وكاينه واحد يعني واحد ما كاينش واحد التجاوب بينه وبين العامل. الحمد لله جينا هنايا للولايه، وانا قلت لك يعني كاينه واحد التواصل يعني بيناتنا وبين النائب ديال الوالي والوالي ديال المهديه. والوالي المهديه كتعرف شخصيه بارزه الحمد لله، يعني قال بان يتكلف بالقضيه ديالنا، وكاينه شويه ديال التماطل حاليا، كاينه شويه ديال التماطل. حنايا اللي جينا اليوم كنبلغوا الميساج ديالنا على حسب ديك التماطل اللي وقع. علاش ما باقيناش الاجل ديال بزاف باش ندفعوا جميع الدعوات ديالنا للمحكمه؟ واليوم عندنا اليوم وغدا السبت هو اخر اجل، السبت هو اخر اجل ديال الدعاوي ديالنا. واليوم الحمد لله جينا نبلغوا الميساج ديالنا للوالي المهديه باش نزيدو نكملوا الدعاوي ديالنا ونكملوا القضيه ديالنا، وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يكون شي تجاوب. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.